نواجه مشايخ الحوزاء. أقول لك أنت من مصر، فيها ثقافة، فيها أدب، فيها بشر، هذول الوحوش اللي عايشين. مواجهات مرئية ومسموعة. أقسم لكم بالله، تاني أقسم لكم بالله، الشيعة لا تملك سيرة للحسين إلا آخر 10 أيام في حياته. نسألهم في صميم معتقدهم حتى نبين الحق من الباطل، ولكن سنراهم يتساقطون. رايتك اسقاط الناس في الفخ. طب اين تهربي؟ اين يعني ان يوقعك في فخ ما تقول؟ اين تهربي؟ لان من تتبع عورات الناس تتبع الله عورته الى ان يفضحه. يختلفون. وقال علي بن ابي طالب حبيبه فاطمه حبيبه، ابو بكر وجدي أبو بكر حبيبي، عمر حبيبي، عثمان حبيبي. كل هذا في برنامج يشاهدونه في الأوقات الآتية.